أنا لقحت الجرعة الأولى والثانية، ومع هذا ما نخبيش عليكم مازلت خايفة على خاطر الكورونا مازلت تدور، وبقيت الناس مازالوا ما لقحوش، ولهذا يلزمنا نسجلوا ويلزمنا نحاولوا في أقرب وقت نلقحوا الكلنا، على خاطر الكلنا نخافوا على عزيز علينا، نخافوا على كبارنا، نخافوا على صغارنا، وما دام التلقيح ما كملش ما دامنا مازلنا يلزمنا ناخذوا احتياطنا، وحتى بعد التلقيح راهو يلزمنا نحافظوا على الوقايه، التباعد، الكمامه، الغسيل اليدين، نحاولوا في جميع المستحيلات في النظافه ناخذوا حذرنا، ناخذوا حذرنا يعيشكم. راني نلح برشا يعيشكم مسجل، وكيف ناديولكم نمشي ولقحوا، راهو ما تخافوش راني لقحت لاباس.